في عز انشغالنا بالاجواء المحليه والدوري المحلي نسينا خالص ان عندنا كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها الكاميرون باذن الله يوم 9 يناير الجاي لغايه 6 فبراير السنه الكبيسه بتاعه 2022. البطوله اللي اتاجلت سنه بحالها عشان جائحه فيروس كورونا هيشارك فيها 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات هيتاهل منها اول وتاني كل مجموعه بالاضافه لاربع احسن توالد. يلا بينا نتعرف على المجموعات. اهلا بيكم، لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه يا ريت تعمل فيها وتفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله. المجموعه الاولى ضمت الكاميرون المنظم ومعها بوركينا فاسو واثيوبيا والراس الاخضر. واضح انها مجموعه سهله لمنظم البطوله المنتخب الكاميروني، واعتقد هيصعد معاه من المجموعه دي منتخب بوركينا فاسو. المجموعه الثانيه ضمت المنتخب السنغالي ومعاه زيمبابوي وغينيا وملاوي. مجموعه سهله برضو للمنتخب السنغالي وصيف البطوله اللي فاتت اللي كانت في مصر واللي خسر في النهائي فيها امام المنتخب الجزائري. اعتقد المنتخب الغيني هيحتل وصافه المجموعه دي ويوصل للدور ال16. المجموعه الثالثه ضمت المغرب وغانا وجزر القمر والجابون. مجموعه متوسطه هيتاهل منها باذن الله بكل سهوله المنتخب المغربي ومع المنتخب الغاني القوي. المجموعه الرابعه مجموعة منتخبنا الوطني المصري. المنتخب المصري وقع في مجموعة متوسطة القوة، وقع معاه فيها ثالث بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة في مصر المنتخب النيجيري ومعاه المنتخب السوداني الشقيق وغينيا بيساو. أعتقد التأهل في المجموعة دي هيكون من نصيب منتخبنا الوطني ومعاه المنتخب النيجيري. أمل كبير بإذن الله للمنتخب السوداني إنه يقدر يحقق المفاجأة، خصوصًا إن عنده جيل قوي شاب قادر بإذن الله على تحقيق المفاجآت. مدير الفني للمنتخب المصري الكابتن حسام البدري علق وقال بعد القرعة إن المجموعة متوازنة ومش سهلة، وده بسبب التطور الكبير اللي حصل للمنتخبات الأفريقية في الفترة الأخيرة. من الآخر كده ما بقاش في منتخب سهل أو ضعيف، كل المنتخبات بقى عندها مستويات وعناصر على أعلى مستوى. المجموعة الخامسة بإذن الله هيكون فيها المنتخب الجزائري حامل اللقب والمرشح الأقوى للبطولة مع منتخبات سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار. منتخب كوت ديفوار هو المنتخب الوحيد اللي المنتخب الجزائري ما قدرش يفوز عليه في البطولة الماضية في مصر اللي كان فيها حامل اللقب. طبعا المنتخب الجزائري ومنتخب كوت ديفوار كانوا اتقابلوا في دور الثمانية واتعادلوا 1-1 بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي، وحسم المنتخب الجزائري التأهل بركلات الترجيح. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيعتبر المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي وتم حسمها بركلات الترجيح تعادل. التأهل بإذن الله في المجموعة دي هيكون محسوم للمنتخب الجزائري والمنتخب كوت ديفوار. المجموعة السادسة والأخيرة هيكون فيها بإذن الله المنتخب التونسي ومعاه منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا. تأهل المنتخب التونسي يبدو سهل بإذن الله، وبإذن الله عندنا أمل كبير جدا في المنتخب الموريتاني العربي الشقيق إن هو يقدر يحقق المفاجأة ويتأهل، رغم إن معاه المنتخب المالي القوي جدا بالإضافة لمنتخب جامبيا المصنف من ضمن القوى الصاعدة أفريقيا في الفترة الأخيرة. لكني أتوقع بإذن الله تأهل المنتخب التونسي والمنتخب المالي عن المجموعة دي. بطولة قوية جدا وجاية في وقت في غاية الصعوبة في عز معمعة البطولات الأوروبية والدوريات الأوروبية. أكيد هنسمع عن خناقات كتير عن إن النادي الفلاني مش عايز اللاعب الفلاني ينضم وكلام من هذا القبيل. للأسف الأخبار اللي زي دي والأحداث اللي زي دي بتفقد البطولة الكتير من رونقها، لكن للأسف الله غالب ما قدمناش غير كده، خصوصا إن لعب كأس الأمم الأفريقية في الصيف أمر في غاية الصعوبة في قارة أفريقيا باستثناء بعض البلدان زي مصر مثلا، ومعانا طبعا دول المغرب العربي الشقيق لان المناخ فيها بيبقى مناسب شويه عن الاجواء الافريقيه اللي ما بتبقاش مناسبه في الوقت اللي زي ده. خالص التوفيق لمنتخباتنا العربيه باذن الله والمنتخبنا الوطني المصري ويقدر يحقق لقب البطوله زي ما هو معودنا دايما. ومش هوصيك لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. شكرا ليكم، سلام عليكم.